السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو عن سلفة مصرف الرشيد للمتقاعدين لكبار السن، وأيضا منح سلف المستفيدين من الرواتب التقاعدية يعني الوريث وغيرهم. طبعا منح المستفيدين من المتقاعدين الوطن رواتبهم لدى المصرف، سلفة مقدارها 8.5 ملايين أسوى بالمتقاعدين الأصلاء. طبعا حنشوف المبالغ أكثر أيضا نشرها في على صفحتهم على الفيسبوك. فتح التقديم طبعا يكون إلكتروني، سنشوف شلون إلكتروني. خلال 15 يوم تنزل على البطاقة. إقدار السلفة من 3 إلى 5 ملايين حسب الراتب. طبعا ندخل على التطبيق الموجود بالمتجر بلاي، نسوي المعرف. طبعا إذا ما مسوين حساب نسوي تسجيل حساب، وندخل رقم البطاقة، تاريخ انتهاءها موجود خلف البطاقة، كل هذه المعلومات ورقم التليفون اللي ثبتنا به البطاقة يعني اللي تجي عليه الكود. بعد ذلك الحين الكود 6 أرقام ننزلها، وراها نسوي كلمة مرور ونأكد كلمة المرور. بعدها نسوي السؤال حتى نثبت عملية التسجيل، أي سؤال ونكتب معه جواب بشكل عشوائي، بس لازم نحفظ الإجابة يعني مو ننساها. بعدها ندخل على الواجهة، نشوف دفع رواتير، بطاقتي، تقديم سلف. ندخل على السلف المتاحة ونقدم إن شاء الله خير. تحياتي، مع السلامة. Thank you.